بمناسبة يوم العالمي للمسنين تقدم جمعية روح المبادرة والرعاية الصحية وجمعية أباء أولياء تلاميذ إعدادية ابن خلدون بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمندوبية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم الأنشطة اللي كيقوموا بها تلاميذ إعدادية ابن خلدون، ويوم الخميس اللي غيكون فيه يوم صحي يعني يكون في جميع التخصصات. وبهذه المناسبة كنشكر رئيسة المركز على حسن الضيافة، وكنشكر من ساهم من قريب ومن بعيد على هذا الحفل. ومرة إطار اليوم الوطني للمسنين، اليوم كتنظم عندنا جمعية آباء وأولياء التلاميذ بمدرسة ابن خلدون حفل لهاد الناس هادو اللي متواجدين عندنا في المركز. بما ذلك إن شاء الله غدا غتكون نشاط طبي اللي كتنظمو جمعية روح المبادرة وبشراكة مع مندوبية الصحة. كنبغي نقدم شكر لجميع الجمعيات اللي تيقدموا المساعدة لهاد الناس هادو اللي في وضعية صعبة، وحنا الباب ديالنا مفتوح لأي جمعية بغات تقدم نشاط ديالها أو المساعدة ديالها، مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم التلميذة ملاك من مدرسة ابن خلدون الإعدادية. هذا النهار كنتواجدوا في مركز لرعاية المسنين لرعاية اليسر لرعاية المسنين. فهاد اليوم كنبغي نوجه واحد الرسالة لكاع الناس باش يعتنيوا بالآباء ديالهم والأمهات ديالهم وحتى الأطفال ديالهم باش ما يتواجدوش في هذا المكان. وهذا النهار حنايا فرحانين بزاف باش نشوفوا هاد الناس ونقدموا لهم الرعاية، وكنشكروا جميع الأطر التربوية والإدارية على المجهودات ديالهم وشكرا. والله يعطيك بيموخ شاكر كاع وكاع وكاع وكاع، هاد الناس صفقوا على كلمة وحدة وشكرا.